طيب سمو الأمير، أنت تسلطت الضوء على الدول التي لها أطماع في أفغانستان، كيف تقرأ خارطة الصراع المتوقع بأفغانستان إنجاز التعبير، حيث هناك إيران، باكستان، روسيا، وكذلك التواجد التركي في أفغانستان، خصوصا مع وجود تقارير عن نية إيران إنشاء ما يشبه حشد شعبي في أفغانستان على غرار ما حدث في العراق. اشرح لي كيف تقرأ الخارطة لتساعد المشاهد على فهم الصراع مرة أخرى هناك. أنا مثل ما ذكرت، يعني هذه الطموحات تؤدي بدون شك إلى تنافس بين هذه الدول، وأعتقد أكثر دولة لها مصلحة من أن يكون هناك استقرار واستتباب للأمور في أفغانستان هي الشقيقة الباكستان، ليس فقط لأنها تحاد أفغانستان بأكثر تقريبا من 1000 كيلومتر على ما أذكر، وإنما لتقارب بين الشعبين على الحدود. كما تعلم، أحد أكبر مكونات الشعب الأفغاني هم ما يسمون بالبشتون، وهذول لهم أيضا تواجد كبير في باكستان نفسها، فبالتالي هذا أمر سيكون له أثر فيما يحصل في أفغانستان.